أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح. اليوم عندنا حلقة رح تكون مليانة ومهمة جدا، والحلقة هي عبارة عن سؤال دايما يسأل في كل مكان حقيقة. السؤال لماذا، طبعا لماذا يوجد اختلاف في أشكال وألوان البشر؟ وطبعا مع تطور العلم الحديث ومع كل الإمكانيات الموجودة في هذه الأيام، منشوف أن هذا السؤال وأسئلة أخرى حول هذا الموضوع اللي عم يتطارحوا وعم يتداولوا فيه سواء عبر صفحات الإنترنت أو التواصل الاجتماعي. واليوم معنا ضيف متخصص في هذا الموضوع رح أقدمه بعد قليل، وهذه الحلقة أحباء كتير كتير مهم، وعاوز أشجع إذا عندك شباب وشابات في البيت يسمعوا لهذا الموضوع، ولسيما إحنا منعيش في هذه الأيام إنه شبابنا عم بروح للمدارس والجامعات وعم بيتعلموا أشياء مخالفة عن التربية والتعليم أو الثقافة يمكن اللي إحنا اتعودنا عليها. سؤال كتير كتير مهم، فأنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل. أهلا أحبائنا مشاهدينا، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة، وموضوع حلقتنا هذا اليوم سؤال: لماذا يوجد اختلاف في أشكال وألوان البشر؟ وفي هذه الحلقة يسرني أن أستضيف أخ عزيز علي على قلبي وأكيد معروف للعديد منكم، هو خادم الرب رجل الله، وخليني أقول هو خصص وقته للدفاع عن الإيمان المسيحي، ولا سيما في الموضوعات اللي بتتعلق حول هذا الموضوع اللي راح أشارك فيه. بحب أقدم لكم دكتور ناجي اسكندر. دكتور ناجي هو زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، وطبعا هو مارس المهنة 25 سنة في الجراحة، وبعدين قرر أنه يتفرغ لأنه اعتبرها ميشن، اعتبرها إرسالية، أنه عاوز يعرف العالم عن هوية الله، وطبعا من خلال هذا الموضوع يتعرفوا على هوية الرب يسوع المسيح. هو متخصص في شرح هذا الموضوع، وبتشوفوه على القنوات الفضائية العديدة، برامج كتيرة، وبتشوفوه كمتكلم في مؤتمرات عديدة في كل أنحاء العالم، وإله برامج تلفزيونية مثل الخليقة تجيب، الخليقة أسطورة أم حقيقة، بدايات، خلقتني إنسانا، علامة استفهام، ومؤخرا أنتج كتاب كتير كتير مهم، الخليقة تحت المجهر. وفعلا بصلي من كل قلب أنك تحصل على هذا الكتاب، حاليا هو موجود في مصر وإن شاء الله يتاح أن يكون لأكبر عدد ممكن من الناس. أهلا وسهلا دكتور ناجي، أنت معانا على الهواء. أهلا يا أسيس نزار، أنا بيسعدني جدا أني أكون معاك في هذا البرنامج الهام جدا، والأسئلة الرائعة اللي حضرتك بتطرحها، فربنا يدينا وقت ممتع مع بعضينا النهاردة. ربنا يباركك دكتور ناجي. عاوز أسألك في البداية،
سؤال يمكن يعتبر شخصي شوي، أنت طبيب لك مكانتك، جراح 25 سنة في الجراحة، ويمكن تحكيت هذا الشيء من قبل، لكن شو اللي دعاك أنك تعمل هذا الموضوع؟ هو إرساليتك في هذا العالم. والسؤال الثاني أنه هل صحيح أنه أغلب العلماء أو الأطباء أو المدرسين أو اللي في الجامعات، هل فعلا معظمهم ينكر هذا التعليم، التعليم الكتابي؟ تفضل دكتور ناجي. شكرا. أنا بشكر الله أنه أعطاني نعمة أني أكون جراح في بريطانيا لمدة 25 سنة. والحقيقة أنا استمتعت بممارسة الجراحة، وهي مهنة رائعة جدا ومفيدة للناس، وتدينا فرصة أن احنا نتعامل مع حالات صعبة، لكن الرب بيعطي نجاح. في السنوات الأخيرة يا أسيس نزار، حسيت أن فكر الإلحاد ابتدى يزيد جدا، وخاصة في الغرب وفي الشرق أيضا ابتدى يزيد جدا، والناس ابتدت ما تصدقش كلمة الله، ما تصدقش أن الله الخالق، ما تصدقش أن آدم خلق بصورة خاصة على صورة الله وشبهه، ما بتصدقش أنه حصل طوفان عالمي أثر على طبقات الأرض، مش بتصدق في أساسيات الكتاب المقدس. فالرب حط على قلبي أني أتخصص في هذا المجال وأدرسه بصورة دقيقة، وأقدمه في برامج تلفزيونية زي ما حضرتك أشرت، وفي أيضا في مؤتمرات في مختلف بلاد العالم. والحقيقة السيس نزار، لقيت عدد كبير من الشباب بيحضر في كنايسنا لكن عنده أسئلة، والأسئلة دي ما جاوبناش عليها بتفضل مؤرقة وتعباء. في واحد اسمه دان براون، ده كتب كتاب ضد المسيحية، كتب اللي هو دافنشي كود، وهو إنسان لا يؤمن بالرب يسوع، قال إنه هو صغير كان بيروح الكنيسة بانتظام، وبعدين ابتدى يدرس عن ان احنا جينا من الانفجار العظيم وجينا بالنشوء والارتقاء بتاع داروين والامور دي، فراح للقسيس بتاعه وساله، قال له انا شايف ان اللي بدرسه في المدرسه مختلف عن الكتاب المقدس. عارف القسيس بتاعه رده قال له ايه؟ قال له good boys don't ask these questions، يعني الاولاد الكويسين ما يسالوش اسئله زي كده. فراح ساب الكنيسه خالص وبعد عن الرب. ده بيورينا اهميه ان احنا ندرس هذه الامور بطريقة علمية صحيحة جدا جدا، بطريقة كتابية عشان نوضحها للعالم. الله مش ضد العلم، لكن أنه نوع من العلم، العلم الصحيح اللي نقدر نثبته، مش الافتراضات التخيلية زي ما هنشوف في حديثنا النهاردة. طيب بخصوص تفضل، بخصوص انه الناس الناس دائما بتقول طيب ما هو اغلب المتعلمين او المثقفين لا يؤمنوا بوجود الله، هل هذا صحيح؟ لا، ده مش صحيح بالمرة، ده انطباع خاطئ تماما. على فكرة أكبر العلماء اللي عملوا فرق في تاريخ العلم كلهم كانوا علماء كتابيين بيؤمنوا بالله الخالق، يعني فاراداي مثلا وباستير وناس كتيرة قوي، إسحاق نيوتن، كل الناس اللي عملوا حاجات عملاقة قدروا يدرسوا الطبيعة، لأن في قوانين للطبيعة، وعشان تكون في قوانين لازم يكون في مصدر بيعطي هذه القوانين. فعلشان كده كان كلهم بيؤمنوا ان في اله خالق، عشان كده قدروا يدرسوا الطبيعه ويطلعوا لنا النتائج الممتازه دي. مش كل العلماء ملحدين، بالعكس في عدد كبير جدا منهم بيؤمنوا بالله الخالق، بيؤمنوا بكلمه الله الصادقه الكتاب المقدس. طبعا في لست من الاسماء الكتيره انا مش هقدر اذكرها دلوقتي، ناس معهم بي اتش دي اللي هي درجات الدكتوراه في التخصصات المختلفه في الفلك وفي الفيزياء وفي جيولوجيا، وهم أصدقاء ليا وعندهم درجات علمية من جامعات علمية محترمة، ولكنهم طبعا بيؤمنوا بالله الخالق، لأنه البديل أنك تؤمن بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. الصدفة ما تعملش حاجة. دكتور أنا يعني انبهرت من حاجة، في مرة أنا وياك عملنا برنامج، كنا في زيارة في أمريكا، وإذا بتتذكر أنت أخذتني في رحلة في فلك نوح في قياساته. بتعرف لما بتقرأ أو لما بتسمع غير لما بتشوف. أنا لما دخلت الفلك طبعا انبهرت
من الحجم الضخم الكبير، مع أنه بندرس القياسات الموجودة في الكتاب، لكن لما بتشوف الحجم أمام عينيك ولما بتدخل جوا بتشوف كم التقنيات الهائلة والذكاء الغير عادي في الحفاظ على كل الحيوانات والاهتمام بكل هذه الأمور، وحجم إذا ذاكرتي كويس أنه بحجم ملعبين كرة قدم يمكن بهذا الحجم، لأنه بالزبط. كان ثلاث طبقات بالضبط، هو المسطح الواحد 1.5 من كرة القدم الأمريكية وهو 3 أدوار، فحجمه كبير جدا جدا جدا. نعم. وده موضوع ضخم، يعني تشرفنا ان احنا نعمله مع بعض في امريكا بالضبط في Answers in Genesis. بعد اذنك دكتور انا راح اسالك، بس في يمكن اسئله تجاوبتها في الماضي، بس اذا ممكن للتوضيح لاحبائنا يمكن اللي بيشاهدونا لاول مره، اذا ممكن اوجه لك السؤال وترد بشكل سريع حتى نفوت في موضوعنا. في سؤال وصل بقول اذا كان ادم قد تزوج بحواء وكان لهما من الأولاد قابيل وهابيل وربما أخت أخرى، فبماذا تزوج كل من قابيل وهابيل علما أنها ليست هناك من امرأة غير امرأة أبيهما آدم؟ ده السؤال اللي اتسأل. تمام، ده سؤال بنسمعه كتير قوي يا أسيس نزار، والإجابة ببساطة أن آدم وحواء حسب تكوين أصحاح 5 وعدد 4 كان لهم أبناء وبنات كثيرين. نعم. فآدم وحواء كان لهم أولاد وبنات كتار. الفكرة أن الكتاب المقدس بيذكر الأسماء الهامة اللي الله هيتعامل من خلالها عشان يجي المسيح المخلص، لكن مش بيذكر كل الأسماء بتاعتهم. فهم كان عندهم بنات وأولاد، وفي العائلة الأولى كان ممكن الواحد يتجوز أقاربه القريبين قوي. نعم. لأن إحنا لما بنتجوز دلوقتي بنتجوز من العائلة البشرية، فبنجوز قرايبنا البعاد. في الأول كان الجينيتيك بول، يعني الصفات الوراثية الأساسية، نقية جدا، فما كانتش في الصفات المتنحية اللي تظهر في الأجيال اللي بعديها لو الواحد يتجوز من قرايبه القريبين. عارف في الواحات والحتت المغلقة يا أسيس نزار، لما بيجوزوا من بعض جيل ورا جيل ورا جيل، تلاقي الصفات المتنحية المرضية بتظهر في الأطفال بعد كده. أيوة. في الأول كان الصفات الوراثية نقية جدا جدا جدا، فكان من الطبيعي ان التزاوج يحصل داخل العائله الواحده. قايين وهابيل ما تجوزوش امهم، لا طبعا اتجوزوا اخواتهم البنات، وبعدين بعد كذا عيله ما بتتكون هيبقى بنات العم واولاد العم واولاد الخاله، وتبتدي العمليه تكتر خلال جيلين ثلاثه، هتلاقي عندك كميه كبيره قوي من البشر تقدر تتزاوج مع بعضها وتكون اسر. فالكتاب المقدس لما بيذكر 3 أسماء مش معنى كده ان هم بس الـ3 أسماء دول، لان في تكوين 5:4 بيقول ان ادم وحواء كان لهم اولاد وبنات. فعلا وكمان يعني الكتاب المقدس مش يعني بيركز على التاريخ الاختياري، الاختياري يعني ركز على نسل اللي رح يجي منه نسل المسيح، مع انه كان في اعداد كبيره من البنات والأولاد، وأنه كان يتزوجوا من بعض. هابيل طبعا قتل، أما قايين فعلى الأرجح تزوج أخته أو قريبته أو إلى آخره، أو كان متزوج قبل قتل قايين. لحديت شريعة موسى اللي حرمت هذا الشيء، أن واحد يتزوج عمته أو خالته أو أخته أو مرت ابنه، أو يعني لأنه بيعتبرها رجاسة تامة بحسب شريعة موسى. وكان حوالي 2500 سنة عدت على الخليقة لما الله أعطى الشريعة دي لموسى. نعم. خلال ال 2500 سنة دي ابتدت الصفات المتنحية تكتر زي ما أنا بقول، لأن الخطية دخلت إلى العالم ودخلت اللعنة والموت. فابتدت الصفات المرضية تكتر تكتر تكتر، فبالتالي من الأفضل التزاوج البعيد علشان ما تجيش الصفات الوراثية الضعيفة دي وتظهر في الجيل اللي بعده. طيب. فالله مش بيغير رأيه على فكرة، الله بس بيدينا التعليمات الخاصة بكل زمن طبعاً. مناسب لحياتنا. السؤال الثاني، إذا كان الإنسان تطور من القرود فمتى حدث ذلك؟ وكم عام استغرق التطور؟ والسؤال الأهم، لماذا توقف التطور؟ ولماذا الإنسان بالذات تطور في حين
بقت الكائنات الحية الأخرى لم تتطور؟ هو بالحقيقة عم بجاوب على السؤال، وإذا كانت قد تطورت هي أيضا فلماذا توقفت أيضا عن التطور؟ فهو بقول بعدين إسا انتبهت، الإجابة ليس من أشباه القرود، الله خلقنا على صورته ومثاله. وشكرا على هذه المحاضرات والتفاعلات الجميلة. هل في تعليق زيادة على هذا الموضوع؟ في تعليق، انه الخلق الله لما خلق كجنسه. فالله لما خلق مثلا دبابات الارض، هاخد مثال بالدوغ الكلاب، الله لما خلق ما خلقش 200 نوع من الكلاب، الله خلق الذئب والذئبه اللي فيهم الصفات الوراثيه اللي هم راس العيله بتاعت الكناين دول اللي هم الكلاب، وعلى مدى الزمن بتتشكل باشكال مختلفه. عارف زي دلوقتي التهجين بتاع الكلاب ده تاريخه حوالي 300 سنة، وعندنا أكتر من 300 نوع من الكلاب، بس كلهم كلاب، ما حدش منهم بقى قطة، ما حدش منهم بقى أسد، تمام؟ فداخل المجموعة الواحدة في اختلافات بتحصل، ده طبيعي وده ماشي مع الخلق الكتابي. الفكرة إنه الكلاب مش هتبقى قطط، أو مش هتبقى طائر مثلا، مش ممكن، لكن الله خلق كجنسه، وداخل المجموعة الواحدة في تحولات. بالنسبة لتطور الإنسان، طبعا ده كلام مش مثبوت علميا بالمرة، برغم أنه بيدرس في المدارس والجامعات، لكن في مشكلة ضخمة جدا. هما بيقولوا أن في جد تخيلي أعظم، فرع اتفرع للقرود والنسانيس، وفرع اتفرع للإنسان بمراحل مختلفة. مفيش حلقات متوسطة، لأنه عشان تتحول من حاجة للي بعدها هيبقى في مرحلة واخدة الصفات للمرحلة اللي قبلها واللي بعدها. ما فيش الحلقات المتوسطة دي في سجل الحفريات. طبعا ده موضوع ضخم قوي، لكن دي الإجابة السريعة. أيوة، لا هو قصد يمكن أنه الحيوانات ما عملتش إشي زيادة، ظلت حيوانات، لكن الإنسان طور لأنه على صورة الله مبدع ويخلق. اليوم يعني بتشوف التطورات الهائلة والإمكانيات الهائلة، يعني الإنسان طلع على القمر أو عم بيصل لمارس إلى آخره. فإنه هذا يمكن قصد أنه عقليا الإنسان بيتطور لأنه عنده روح الإبداع والخلق، لأنه مخلوق على صورة الله. بالظبط كده، وبالإضافة لأن الإنسان الأول كان ذكي جدا، فبنوا الأهرامات وحركوا حجارة ضخمة جدا وعملوا مقاسات. فالإنسان الأول ما كانش بدائي متخلف، ده كان عنده قمة الحضارة وقمة القدرة. ما عندوش كمبيوتر وما عندوش الزوم اللي احنا بنستخدمه دلوقتي أنا وإنت عشان نتواصل، لكنه عنده من الكفاءات والذكاء العالي جدا جدا. أنا عندي محاضرة كاملة عن الإنسان الأول وذكاء الإنسان الأول. شوقتنا أنه نسمع، نعمل كمان حلقة على هذا على هذا الموضوع. طيب خليني أدخل مباشرة بسؤال الحلقة، وإذا ممكن ترد على هذا السؤال، إنه لماذا يوجد اختلاف في أشكال وألوان البشر؟ طبعا لما نسافر بتروح على أستراليا مثلا، بتشوف الإنسان القديم بتشوف شكله بشكل معين، إذا بتيجي على شمال أمريكا بتشوف إحنا بنسميهم الهنود الحمر بس إن السكان الأصليين للبلاد، وبتشوف الأوروبي أبيض وبتشوف الأفريقي أسود. يعني ممكن بس توضح لنا هاي الفكرة؟ طبعا، لأن إذا كلنا أولاد آدم وحواء ليه في الاختلافات دي؟ نعم. إحنا هنتكلم عن حاجتين، هنتكلم عن لون الجلد الأول، وبعدين هنتكلم عن شكل الإنسان. خليني أعمل شير للسكرين بتاعي علشان أقدر أوريكم هذه الأمور بالتفصيل. وهنشوف إنها إن في ترجمة أو تفسير علمي واضح جدا لكل هذه الأمور، ما فيش أي إشكالية. ففي الصورة اللي قدامنا بنشوف أشكال لناس مختلفة، بنشوف درجة اللون مختلفة. فلو شفنا في الناحية الشمال فوق هنلاقي لون غامق قوي، وبعدين في لون متوسط أمحاوي زي ما بنقول، وبعدين في لون فاتح. على فكرة كل الألوان دي جاية من حاجة اسمها الميلانين، في حاجة خلية اسمها ميلانوسايت، هوريكم شكلها بسرعة. دي بتطلع صبغة اسمها الميلانين وبتدي درجات مختلفة للون. فما فيش حد فينا اسمه أبيض. عارفين الأبيض يبقى شكله إيه؟ شكله زي الورقة دي، الورقة دي بيضة، ما حدش فينا أبيض. الأبيض اللي ما عندوش لون خالص، اللي ما عندوش أبداً أي ميلانين، ده اسمهم ألبينوز، ودول لما بيتعرضوا للشمس فيهم مشاكل. لكن كلنا عندنا لون، بس عندنا درجات مختلفة من هذا اللون. والسؤال بقى ليه في درجات مختلفة؟
وإزاي آدم وحواء ممكن يكون عندهم القدرة إنهم يطلعوا أجيال وأجيال وأجيال كلها عندها الألوان المختلفة دي؟ ده السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه مع بعضينا. اتفضل دكتور، اتفضل خد راحتك. تمام، كويس. فأنا عايز أوري فكر الكتاب المقدس الأول، وبعدين هدخل على العلم وإزاي نثبت فيه هذا الكلام. الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله خلق آدم وحواء على صورته وكشبهه، وبيقول إن آدم هو الإنسان الأول وحواء أم كل حي، فما فيش خليقة بشرية خارج آدم وحواء خالص. مش ممكن الكتاب المقدس يقبل ذلك الفكر بالمرة. وبعدين زي ما قلت في تكوين 5:4 آدم وحواء كان عندهم بنات وأولاد كثيرين. في تقليد يهودي بيقول 33 ولد و35 بنت، أنا مش هعتمد على كده، لكن الكتاب المقدس بيقول في بنات وأولاد، فبيتزوجوا من بعض وبتنشأ عنهم أسر وأجيال بعد كده. بعد حوالي 1600 سنة من الخليقة شر الإنسان زاد على الأرض، والرب أمر نوح أن يبني الفلك، ودخل نوح وأولاده الثلاثة وزوجاتهم إلى الفلك، وبعد الطوفان خرجوا وقعدوا في منطقة اسمها أرض شنعار، وبعدين حبوا يبنوا برج عشان يعبدوا آلهة أخرى، والرب بدد ألسنتهم أو شتت ألسنتهم، وتفرقت المجموعات البشرية من سام وحام ويافث. واحنا لسه لحد دلوقتي نقول الجنس السامي، ويافث اللي هو عمل أوروبا. فقصد أقول إن ده التاريخ الكتابي اللي احنا بنؤمن بيه وبنثق فيه، واللي بنقدر ندافع عنه علميا زي ما هوريكم حالا. وأنا بدرس أحياء زمان خالص كانوا بيدرسونا في علم الأحياء إنه في جد تخيلي أعظم، في جد لا عندنا حفريات ليه ولا عندنا صورة ليه ولا عندنا أي دليل عليه، هو تخيلي، حتى تعبير اسمه تخيلي، فهو متخيلينه هم اللي راسمينه في مخهم، مش موجود ليه أي حقيقة. وبيقولوا إن الجد التخيلي الأعظم ده اتفرعت منه شعوب مختلفة، الجنس الأسترالي الأساسي، وبعد كده النيجيري اللي عاش في إفريقيا باللون الغامق، وبعدين المنغولي اللي هو موجود في الصين واليابان والمنطقة دي كلها، وبعدين القوقازي اللي موجود في أوروبا وأمريكا. وابتدى داروين يقول لك إن الجنس الأسترالي الأساسي دول بيقول إنهم أقل تطورا من الجنس القوقازي اللي عايش في أوروبا وأمريكا. طبعا دي جريمة كبيرة قوي في التفكير، لأن دول بشر زيي وزيك بالظبط، عندهم 46 كروموسوم، وهنتكلم عن الكروموسومات بعد شوية، عندهم 206 عظمة زيي وزيك بالظبط، عندهم حوالي 600 عضلة، نفس هم بني أدمين زيي وزيك بالظبط، كون إن شكلهم مختلف، كون إن لون جلدهم مختلف، لا يجعلهم ينفصلوا عن العائلة الآدمية بالمرة زي ما هنثبت كده بالعلم حاليا. كان نتيجة التفكير ده الحقيقة يا أسيس نزار إنه حصل جرائم بسبب هذا الفكر الغلط، هو فكر غير علمي، لأنهم كانوا بيروحوا يصطادوا الهنود الحمر والناس الأستراليين الأساسيين ويصطادوهم ويشرحوهم علشان يثبتوا إنه دي الحلقات المتوسطة. دي جريمة، لأن هم بشر زيي وزيك بالظبط. وبعدين من الجرائم دي هوريك حاجة غريبة جدا، واحد اسمه أوتا بينجا، الراجل ده كان في الكونغو ولقوا إنه أسنانه محفورة بطريقة معينة حسب القبائل اللي هناك، فبصوا عليه وقال لك ده الحلقة المتوسطة بين الإنسان والقرد. وفي سنة 1902 أخدوه من الكونغو ودوه أمريكا وحطوه في حديقة حيوانات وعاش مع الحيوانات، وبعدين اكتشفوا إنه إنسان زيه وزيك، فحسوا بالجريمة فطلعوه، بس لما طلع بقى كان خلاص تدمر نفسيا وانتحر هذا الشخص. فعايز أقول لك إنه موضوع مهم جدا، إحنا مين وجينا منين؟ لأن إحنا خلقنا على صورة الله وشبهه، عشان كده لما سقطنا في الخطية جاء الرب يسوع عشان يخلصنا. نيجي بقى للناحية العلمية، فعملوا حاجة اسمها مابينج للهيومن جينوم، هنوضح الكلام ده ونبسطه جدا، لكن دي الحقائق الأساسية اللي عايز استفاضة إحنا على أتم استعداد نقدم التفصيلات العلمية الضخمة جدا جدا جدا، مستعدين نقدمها، بس النهاردة أنا هتكلم على الأساسيات اللي كلنا متفقين عليها. عملوا ايه الخريطة الجينية دي؟ في
في حاجة اسمها الدي ان ايه اللي احنا حاطينه في النص ده، ده عبارة عن الشفرة الجينية اللي جوه الخلايا. هقول حاجة بسيطة قوي عشان بس نفهم الموضوع. أي خلية ليها مركز تحكم اللي هو اسمه النيوكليوس، النواة. في النواة دي في كروموزومات. في الإنسان في 46 كروموزوم. على الكروموزومات دي في جينات. الجينات دي مكونة من حاجة اسمها الدي ان ايه، ديزوكسي رايبو نيوكليك اسيد. الحمض النووي ده فيه كل الصفات الوراثية متشفرة، يعني محطوط بيها كود، بحيث انه لما تنقسم الخلية الكود ده يروح ويصنع حاجة تاني، والخلية دي بتتحكم فيها هذه الجينات. فعملوا قال لك ايه، طب في اشكال مختلفة زي ما احنا شايفين على الصورة. خدوا عينات من الجينات بتاعت كل المجموعات البشرية المختلفة وحللوها وعملوا خريطة، فطلع ان احنا كلنا زي بعض. الفرق في الشكل واللون عبارة عن 1 في 1000 هو اللي عامل الفرق ده. ده كل الحكاية، 1 في 1000 هي اللي عاملة كل التغيرات المهولة اللي موجودة في حوالي 8 بليون شخص اللي بيعيشوا في العالم دلوقتي. لكن التركيبة الأساسية كلنا واحد، لأن كلنا أبناء آدم وحواء اللي خلق على صورة الله وشبهه. فدي حاجة مهمة جدا. الكلام اللي أنا كنت بكتبه وأنا في الامتحان علشان أنجح، أقول إن إحنا الجنس الأسترالي والمنغولي والقوقازي والكلام ده كله، كل الكلام ده ثبت إنه كلام غلط. الكلام الصح إن كلنا جنس واحد. طبعا في أدلة كتيرة على هذا الكلام، أنا بس حطيت ده، هو هقولها بسرعة جدا. من البيولوجي في أمريكا بيقولوا ما فيش أساس في الجينات يخلينا نفكر إن في اختلاف بين البشر. تعالوا نتكلم عن موضوع الميلانين. دي طبقة من طبقات الجلد، مش هندخل في أي تفصيلات دي، أنا بس حبيت أوضح لكم إيه الموضوع بالظبط. في جزء أساسي جدا اسمه البيزل لير، يعني الطبقة الأساسية في الجلد من تحت. في خلايا منها بتاعت اسمها الميلانوسايت. الميلانوسايت دي بتطلع الصبغة اللي اسمها الميلانين، وكلنا عندنا هذه الصبغة بدرجات مختلفة، وده اللي بيسبب الألوان المختلفة للبشر. فاحنا كلنا بشر حاجة واحدة، لكن دي مجموعات بشرية، مفيش أجناس، احنا جنس واحد. ده بالعلم، احنا جنس واحد، الجنس البشري، لكن في مجموعات بشرية مختلفة تبع كمية الميلانين اللي موجودة في جسمنا. هنعمل دراسة سريعة جدا ومبسطة جدا لكنها حقيقية، يعني الأساسيات مظبوطة جدا، لكن ازاي الميلانين ده بينتقل بجينات كتيره وبقضايا ضخمه مستعدين نتكلم فيها، لكن انا هتكلم على الاساسيات بس. فهنرمز للحروف اللي بتطلع الميلانين ب A و B. لما تكون ال A كبيره وال B كبيره يطلع ميلانين كتير، لما تكون ال A صغيره وال B صغيره يطلع ميلانين قليل. اوكي، تعالوا نطبق الكلام ده. فلو عندي الـ A والـ B دول A A و B B، يعني بالكبير هيبقى اللون غامق. لو عندي A كبيرة و A صغيرة و B كبيرة و B صغيرة هيبقى اللون براون متوسط. لو عندي الـ A صغيرة والـ A صغيرة والـ B صغيرة والـ B صغيرة هيبقى اللون فاتح جدا. اوكي، دي احنا بنستخدم الحروف دي علشان تبين الشفرات الوراثية، واحنا بناخد نص المعلومات الوراثيه من الاب ونص المعلومات الوراثيه من الام، ويتحدوا مع بعض ويعملوا الجنين اللي تركيبته مختلفه عن الاب والام، لكن هي مجموع الاثنين مع بعض بطريقه عظيمه جدا. تعالوا نحط ده في جدول، هنبسطه جدا، الامور سهله مش معقده بالمره. لو خدنا الـ A B والـ A B وحطينا A B كبيره و A B كبيره، هيطلع عندنا الطفل AA و AA B و BB كبار، فيبقى اللون غامق. لو رحنا لنهاية الجدول في الناحية الثانية، هنلاقي الـ A صغيرة والـ A صغيرة والـ B صغيرة والـ B صغيرة، هيبقى اللون فاتح، وفي الوسط في درجات مختلفة للون زي ما احنا شايفين. تعالوا نسأل بقى السؤال المهم قوي، آدم وحواء كان لونهم إيه؟ لأن احنا في الكتب وفي الرسومات وفي المتاحف وكده
بنرسم آدم وحواء على أساس إن لونهم فاتح، لكن الحقيقة مش ده اللي بيعبر عن الحقيقة. ليه بقى؟ لأن لو آدم وحواء لونهم فاتح قوي، اللون الأبيض اللي احنا بنقول عليه أبيض، ما فيش أبيض زي ما قلت في الأول، يبقى التركيب الوراثي اللي جواهم عبارة عن A صغيرة وA صغيرة وB صغيرة وB صغيرة، ده في آدم، وحواء برضو هتبقى A صغيرة وA صغيرة وB صغيرة وB صغيرة، تمام؟ فكل الأجيال اللي هتطلع منهم، إحنا بناخد النص من الأب والنص من الأم، كل الأجيال اللي هتطلع منهم هتطلع A صغيرة وA صغيرة وB صغيرة وB صغيرة طول الوقت. ليه؟ لأن ما عندهمش الA الكبيرة وما عندهمش البي الكبيرة، ده لو كان لونهم أبيض قوي أو فاتح بمعنى أصح. تعال نشوف لو إني لونهم غامق قوي، لو كل اللي عندهم، إحنا عندنا الجينات ده اسمه جينوتايب، ده بيتحكم في الفينوتايب اللي هو الشكل الخارجي بتاعنا. لو إنه هم غامقين قوي، يبقى كل اللي عندهم الإيه الكبيرة والإيه الكبيرة والبي الكبيرة والبي الكبيرة، ده في آدم، وفي حواء هتبقى الإيه الكبيرة والإيه الكبيرة والبي الكبيرة والبي الكبيرة، كل الأجيال اللي هيطلعوها لازم تبقى الإيه الكبيرة والبي الكبيرة، ومفيش حد يبقى لونه وسطي بالمرة. فآدم وحواء لا كانوا في اللون الفاتح قوي ولا كانوا في اللون الغامق قوي، هما في اللون الوسطي. ليه بقى اللون الوسطي؟ اللون الوسطي ده هيبقى تشكيلته عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه كبيرة وبي وإيه صغيرة، وبي كبيرة وبي صغيرة، ده في آدم، وفي حواء إيه كبيرة وإيه صغيرة، بي كبيرة وبي صغيرة، فيبقى عندهم القدرة إنهم يطلعوا ألوان مختلفة أو درجات من اللون مختلفة. علشان كده إحنا زي ما بقول باخد نص المعلومات من الأب ونص المعلومات من الأم، فبكده ممكن تيجي الإيه الكبيرة من آدم والإيه الكبيرة من حواء والبي الكبيرة من آدم والبي الكبيرة من حواء، فيطلع لي اللون الغامق قوي اللي هو A A B B. ممكن التشكيلات بقى تختلف، مثلا في الناحية دي هنلاقي الـ A الصغيرة جت من آدم، A صغيرة جت من حواء، B كبيرة جت من حواء، و B صغيرة جت من آدم، فاللون بقى فاتح شوية. فشفتوا إزاي إن لما نفهم الجينات نقدر نفهم ليه في درجات مختلفة من اللون، لكن كلنا بني آدمين، كلنا فصيلة واحدة، كلنا جنس واحد، زي ما الكتاب المقدس بيقول وزي ما العلم التشغيلي بيقول، زي ما علم الجينات بيقول بالظبط زي كده. عشان كده آدم وحواء بنعتقد إن هما كان لونهم وسطي، يعني لا غامق قوي ولا فاتح قوي، عشان كده يبقى التشكيلة الجينية بتاعتهم، احنا طبعا مبسطين قوي لان في اكتر من 13 جين بيشتغلوا في الكلام ده، التشكيلة الجينية بتاعتهم تبقى A الكبيرة والA الصغيرة، البي الكبيرة والبي الصغيرة، وبعدين برضو A كبيرة وA صغيرة، بي كبيرة وبي صغيرة، فدول يقدروا يطلعوا الاشكال دي. واخدين بالكم؟ ممكن الA الكبيرة من آدم والA الكبيرة من حواء يجوا هنا، بعدين البي الكبيرة من آدم والبي الكبيرة من حواء يجوا هنا برضو، فيطلع الجيل ده غامق. ممكن يجي الA الصغيرة من آدم والA الصغيرة من حواء والبي الصغيرة من آدم والبي الصغيرة من حواء، فيطلع اللون فاتح قوي. وطبعا أي درجات بين الاثنين التو اكستريمز دول، تمام؟ تمام دكتور ناجي. يعني برضو يعني اليوم بنسمع للأسف في الغرب، يعني صارت زي حرب وصراع بين الريسس، بين الأجناس. يعني اللي أنا فاهمه منك إنه ما في شيء اسمه وايت ريس بلاك ريس، يعني أسود أو أبيض، إحنا كلياتنا وان ريس، يعني من جنس واحد، لكن الألوان يمكن تختلف، بس بالحقيقة إحنا الكيان هو واحد، مثل ما ذكرت العظم والكروموزوم والعضلات كلها نفس العدد في كل إنسان بغض النظر من أستراليا أو جنوب أمريكا. بالظبط كده يا أسيس نزار، فما فيش حاجة اسمها ريس خالص، كلنا جنس واحد، في درجات ألوان مختلفة لكن كلنا جنس واحد. عشان كده الحرب بين العنصرية دي غير قائمة، مش لازم تكون موجودة، ما فيش أساس علمي ليها، وطبعا ما فيش أساس كتابي ليها. شوف قد إيه العلم التشغيلي
بيتفق مع كلمة الله الصادقة. أنت عارف يا أسيس نزار، لما أعلنوا في سنة 2000 إن كلنا جنس واحد بعد ما عملوا الخريطة الجينية بتاعت العالم كله دي، أنا قلت لهم شكرا، أنا عارف كده من تكوين أصح واحد. كلمة الله الصادقة ممكن نعتمد عليها اعتماد كلي، لأن الله منزه عن الكذب. وكلمة الله الصادقة تتفق مع العلم، العلم اللي نقدر نعمله في المعامل، مش الافتراضي، مش الجد التخيلي الأعظم الافتراضي العلم اللي ما الصحيح. عندناش لأدلة، ما عندناش أدلة عليه. هم حبوا إنه عشان يمشوا فكرة إن الإنسان تطور من أشباه القرود أو من الجد التخيلي الأعظم، لازم يتخيلوا جد. إحنا بنقول لأ، الله خلق آدم وحواء، وده فرق شاسع جدا. طيب يا دكتور، رح ناخذ فاصل قصير وبعديها إذا بتحب يعني في سؤال كمان عن توزيع المجموعات البشرية على قارات الأرض، إذا ممكن تشاركنا بعد هذا الفاصل. أهلا أحبائنا مشاهدينا، أنتم تشاهدون برنامج ليك النور على القناة الفضائية قناة الحياة، فيكم كمان تشوفونا لايف على الصفحة وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا دكتور ناجي، شكرا كثير على الإجابة الأولى. أنا لاحظت أنه الوقت عم بيجري معانا، فعندي هيك سؤالين أو ثلاثة إذا ممكن نحاول نغطي الموضوع. السؤال كان كيف تم توزيع المجموعات البشرية على قارات الأرض المختلفة؟ تمام، حاضر، أنا هجاوب على ده بسرعة، بس عايز أوريك شوية أدلة على الكلام اللي قلناه قبل كده، إن دي مجموعات بشرية واحدة، يعني جنس واحد بس مجموعات بشرية. دول توينز، واحد أبيض واحد أسود، أو مش هقول أسود، لونه غامق واحد فاتح. ايوه وآدي أب وأم لونهم قمحاوي، والطفلتين واحدة غامقة شوية واحدة فاتحة. دي أم جابت توينز، واحد فاتح واحد غامق. دول اخين موجودين في الجارديان نيوز بيبر، كانت كاتبه عنهم، دول اخين توأم، واحد غامق شويه واحد فاتح. فدي مش حاجه غريبه جدا ابدا، وانا كان عندي فيلم عشان يشرح الكلام ده، هنعديه علشان احنا اتكلمنا عنه وشرحناه، وزي ما قلت يا سيس نزار الوقت بيجري بينا. فدي المجموعات البشريه، تعالوا نشوف ازاي اتوزعت المجموعات البشريه. زي ما قلنا انه بعد الطوفان خرج نوح وعائلته اللي هو سام وحام ويافث وزوجاتهم، وعلى فكرة ألوانهم كانت مختلطة، يعني مش كلهم لونهم أبيض، كلهم ليهم درجات مختلفة من اللون عشان تبقى فيه الجينات اللي تعمل كل التشكيلة البشرية اللي احنا بنعرفها دلوقتي. الرب كان عايز الناس تخرج وتملأ الأرض، لكن للأسف إن هم اجتمعوا في أرض شنعار وحبوا يبنوا برج ويبنوا مدينة. البرج ده علشان يعبدوا عليه عبادات تانية مختلفة، ما يعبدوش الله الخالق. الله في الميثاق بعد الطوفان قال إني مش هأغرق الأرض بالطوفان مرة تانية، فكانت العقوبة إن هو الله هيشتت ألسنتهم. ابتدت اللغات الأساسية تتكون اللي هي أمهات اللغة، وابتدوا الناس يتوزعوا على الأرض حسب لغتهم.
ولما توزعوا على الأرض حسب لغتهم كانت النتيجة أنهم تزاوجوا من نفس المجموعة البشرية، فتكون النتيجة أن ابتدت الصفات الوراثية تظهر بصورة أوضح في كل مجموعة من المجموعات البشرية. فمثلا الجماعة الصينيين عندهم عينهم بطريقة مختلفة عن عيننا، لكن هي برضو نفس القرنية والريتنا والشبكية وكل حاجة زيه بالظبط وزيك، لكن الدهون اللي موجودة على الجفن السفلي والجفن العلوي مركزة بصورة أكبر، فبالتالي ليهم شكل العين المميز. وتلاقي لما دول دلوقتي الناس بتنتقل من مكان لمكان بسهولة، فتلاقي مثلا حد من القوقازي مثلا تزوج واحدة من الفار إيست، تلاقي إن الأطفال عندهم خليط من هذه التركيبة. فالمجموعات البشرية توزعت من بعد برج بابل، فكلنا ادي منظر العيون المختلفة اللي احنا شايفينها، كلها عيون زي وزيك بالظبط، نفس التركيبة ونفس الجفون ونفس العصب البصري ونفس مركز النظر في المخ، كل ده ثابت. وده المهم، الاختلافات دي كلها أقل من 1 في الـ1000. أنا فعلشان نعرف، بعتبرها تميز، وهذا التميز إشي فريد جميل من نوعه، إنه مش في 8 مليار نفس الكوبي عم تعمل كوبي بيست، كله نفس بالظبط، الشكل، كل واحد. أنا أؤمن ما فيش أي إنسان بشع، الكل جميل، وكل واحد له بصمة خاصة بشكله بطريقته، فهو هو أو هي أشخاص مميزون. بالظبط كده، والله بيشوفنا كأشخاص مميزين على صورته وعلى شبهه، ولكل شخص ليه جمال الله عطاهوله بطريقة معينة. فتعال بقى نشوف إزاي الأرض كانت اتكونت وإزاي اتوزعت القارات وإزاي البشر اتوزعوا. تفضل. كل العلماء حتى اللي مش بيؤمنوا بالكتاب المقدس بيؤمنوا إن الأرض كانت كتلة واحدة اسمها البانجية اللي انتوا شايفينها هنا اهو، تمام؟ نعم. وده من أصح واحد من سفر التكوين. الأرض كانت مغطاة بالمياه، وفي اليوم الثالث من أسبوع الخلق المعجزي الرب أمر اليابسة أن تظهر، ومجتمع المياه دعاه بحارا، والله خلق النباتات. فتعالوا نشوف البنجية دي اللي هي كانت مجموعات اللي دي يسموها التكتونيك بليتس، يعني القشرة الأرضية مكونة من قطع كده، زي القطع اللي الأطفال بيستخدموها عشان يعملوا صورة يركبوها على بعض كده، بازل. تمام؟ الموزايك ده. الكرة الأرضية كانت متجمعة، بقول لك حتى العلماء الغير مؤمنين بالكتاب المقدس بيؤمنوا بالبنجية دي. فآدي صورة للبنجية اللي هي الفقرات، القشرة الأرضية متجمعة، ودي الأجزاء بتاعتها. فمثلا الهند كانت قريبة من أنتاركتيكا وبعدين طلعت لفوق، ودي إزاي اتقسمت. احنا بنؤمن إن التقسيم ده حصل أثناء الطوفان وما بعد الطوفان بفترة صغيرة، لأن في الطوفان ينابيع الغمر العظيمة انفجرت اللي هي المية اللي تحت الأرض، وكان في براكين وزلازل، فدي كسرت القشرة الأرضية اللي كانت متجمعة في منطقة واحدة، واتكسرت واتعملت منها القارات المختلفة، وابتدت القارات دي تتكون زي ما احنا عارفينها دلوقتي. اديك شايف الهند كانت موجودة تحت وابتدت تلزق هنا في آسيا، وهنا أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ابتدت القارات دي كلها تتكون. فدلوقتي القارات لازالت القشره الارضيه دي بتتحرك على فكره، بس بتتحرك ببطء شديد جدا جدا جدا، يعني بتتحرك حوالي 5 ل 10 سنتي في السنه في القارات دي وهي بتبعد عن بعضها. فالناس تقول لك ايه، لو المسافه بين امريكا الجنوبيه وافريقيا تقدر تركبهم على بعض كده، وده صح. لو مسافه مثلا قول 3000 ميل مثلا، واحنا بنتحرك 5 ل 10 سنتي في السنة، فيبقى عشان التحرك ده يحصل محتاجين ملايين السنين. احنا بنقول لا، في الجيولوجيا الكارثية اللي حصلت في طوفان نوح التكسير ده حصل بسرعة، وبعدين دلوقتي بنتحرك ببطء. فعايز اوريك دي نفس الصورة اللي بكررها، عايز اوريك الصورة دي يا ريت نركز فيها. دي تركيبة التكتونيك بليتس على بعضها متركبة كده، فتعالوا بقى نوزعها على بعض. شوف، شفت التمثيل بتاع القارات ازاي اتوزعت؟ انا بحب الصورة دي قوي، افرجكم عليها مرة تانية عشان بس تاخدوا بالكم
ان كلنا كانت قاره واحده البانجيه دي، وبعدين اتكسرت. الجماعه اللي مش بيؤمنوا بالكتاب المقدس بيقول عايزه ملايين السنين عشان تفك من بعضها. احنا حسب الكتاب المقدس لما ندرس طوفان نوح اللي هو الكارثه العالميه الضخمه كسرت دي بسرعه. خليكم تتفرجوا عليها مره تانية وتشوفوا القارات ازاي اتكونت. تمام؟ واو عشان كده في فوط يا عشان كده في يقول لك في خطوط بتعمل براكين وفي نقط فيها أنشطة جيولوجية عالية وحاجات زي كده. تمام؟ فآدي المجموعة البشرية أغلبها كان في منطقة واحدة. أرض شنعار دي بنعتقد إنها في الشرق الأوسط لكن بصعوبة قوي نحدد مكانها بالظبط. وبعدين لما تشعبت المجموعات البشرية وابتدت تتحرك ابتدت تتحرك معاها صفات وراثية مع كل مجموعة، فابتدت الأشكال تختلف. إزاي اتحركوا بقى؟ دي في آراء كتيرة قوي، أنا هحط بعض النظريات ودي نظريات منطقية. الكتاب المقدس ما قالناش، وقال لنا إنهم اتحركوا وتوزعوا. بس كان في بين القارات في حاجة اسمها بريدجز، في خطوط أو يعني اتصال بين القارات، فكانوا يقدروا يمشوا من منطقة لمنطقة. فمثلا ألاسكا في أمريكا في الشمال هي جزء من الاتحاد السوفيتي، لأنه كان فيه البريدجز دي، كان فيه القناطر دي اللي بتجمع بين القارات مع بعضها، فكانوا الناس يقدروا ينتقلوا عبر وقت، يعني مش لازم في يوم ولا اتنين ولا عشرة ولا سنة ولا اتنين ولا عشرة، مدد يعني، ينتقلوا من مكان لمكان عن طريق هذه البريدجز أو الكباري. هي كباري طبيعية، مش واحد بنى كوبري يعني، هي كباري طبيعية بين طبقات الأرض أو بين القارات. وبعدين الإنسان طبعا بعد بناء فلك نوح اللي هو سفينة كبيرة قوي زي ما حضرتك شفت لما زرنا أمريكا مع بعض في الأرك إنكاونتر في ويليامسون تاون في كنتاكي، الناس ابتدوا يعرفوا إزاي يبنوا سفن، فانتقلوا عن طريق السفن. الحيوانات برضو توزعت في هذا المجال، وممكن الإنسان نقل حيوانات معاه في سفن لما راح حتة تاني. أنا كنت في زيارة للمكسيك من حوالي سنتين، والمرشد السياحي كان بيقول لنا إن الخيول جابوها الأسبان لما جم المكسيك، فما كانش في المكسيك يعرفوا الخيول خالص، لكن اتنقلت الحيوانات وانتقل الإنسان عبر هذه البريدجز وقدر يوصل لأماكن مختلفة. عشان كده في كل مجموعة بشرية ليها صفات معينة، وعشان كده إزاي الناس اتوزعوا على وجه الأرض. طيب أرجو يا تفضل. تفضل تفضل دكتور. لا أنا عايز أقول لما نفهم فكر الكتاب المقدس وتاريخ الكتاب المقدس وتاريخ الطوفان هنقدر نفهم حاجات كتيرة قوي 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 عن العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة، فعلا وهنفهم حاجات كتير عن حفريات وطبقات الأرض. تفضل. فعلا دكتور، لأنه يعني أنا بالنسبة لي من الأسهل جدا إنك تؤمن فيما هو مكتوب في كلمة الله بالكتاب المقدس من أن أتخبط في نظريات مجهولة غير مثبتة حتى يومنا هذا وتبنى على أساسات غير صحيحة لعلهم يجدوا برهان أو دليل. في سؤال عشان الوقت دكتور ناجي، سؤال آدم وحواء، هل يمكن أن آدم وحواء يعمروا الأرض عبر آلاف السنين لكي يصل تعداد البشر على الأرض أكثر؟ اليوم طبعا 8 أو 8 وشوي مليار نسمة. تمام، دي طبعا ممكن جدا يحصل هذا الكلام، وأنا بوريك دلوقتي الكيرف ده اللي قدامنا اللي بيوري إنه من بدء العالم من أو وقت الخليقة لحد الطوفان، في الطوفان خرجوا 8 أشخاص، وده الكيرف اللي بيودينا لتعداد البشر عمال يزيد يزيد يزيد، وبعد كده الزيادة بتبقى زيادة غير عادية كبيرة قوي 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 قوي، دي يسموها متوالية هندسية. معدل الزيادة دلوقتي عالي جدا، وصلنا لحوالي 8 مليار زي ما حضرتك قلت، وده بالحسابات وبالمنطق محسوب جدا وما فيش أي مشكلة إنه يحصل، لأنه لو التعداد بيزيد باتنين وتلاتة من عشرة كل جيل فده يوصل العدد من
ست اشخاص او ثمان اشخاص، بس احنا نعرف انه سام وحام ويافس وزوجاتهم هم اللي عمروا العالم، هنقدر نشوف ان هذا الكيرف بيورينا ازاي الرقم ده وصل عبر الاف السنين، مش محتاجين ملايين السنين عشان ده يحصل. لو الكلام بتاع النشوء والارتقاء صح، انه الانسان ظهر على الارض من حوالي 150 الف سنة وابتدى يتكاثر زي ما احنا عارفين معدلات التكاثر، ما كانش هيبقى فيه خرم ابرة على الارض الناس تقف عليه. ده احنا خلال 6000 سنة من تاريخ الانسانية وصلنا لهذا الرقم. فلو انت هتقول 150 الف سنة، ده كانت هتبقى مشكلة كبيرة قوي. لا، وبعدين الحروبات والموت والكوارث. اللي حدث يعني خلال كل هاي السنوات، يعني حتما كان طبعا. العدد بكون كمان أكبر. أنا بتكلم على 6000 سنة، الفكر الكتابي طبعا. يس بالظبط، كل الحاجات دي محسوب فيها الكوارث الطبيعيه، يعني مثلا الانفلونزا الاسبانيه قتلت حوالي 50 مليون شخص. فالحاجات دي محسوبه ومحسوب فيها الكوارث والتاريخ اللي حصل والامور دي كلها. اوكي، فدي مش مشكله ابدا ابدا لفكر الكتاب المقدس وفكر ان في شخصين يقدروا يعمروا خلال الاف السنين مش ملايين السنين. لو ملايين السنين كان يبقى عدد مهول على الارض. مش راح تسع الأرض، محتاجين شوية كواكب تانية. تمام، مفيش كوكب مناسب نعيش فيه يا أسيس نزار. هي مزبوط. الأرض اللي ربنا خلقنا عليها وعايزنا للسكن. نعيش عليها ونعمرها. طيب، خليني أسألك كمان سؤال، وبتمنى أن الوقت بيساعدنا. طبعا اتفضل. السؤال، أنا بطرح لك السؤال اللي يسأل: هل من المعقول أن نصدق أن الله خلق آدم من تراب الأرض؟ تمام، ده سؤال مهم جدا. احنا كده بنتكلم عن الله الخالق اللي عنده القدرة انه يقول ليكن نور فكان نور، اللي عنده القدرة انه يخلق نجوم في السماء. احنا مش قادرين نفهم قدرة الله الخالق. الله خلقنا من تراب الأرض لكن نفخ فينا نسمة حياة، ونسمة الحياة دي هي اللي بتعطي حياة، ودي اللي الله بياخدها في نهاية العمر. والكتاب المقدس بيقول والعلم بيقول من تراب وإلى تراب تعود. فالإنسان لما بيتحلل بيتحلل إلى مكونات التراب. فإحنا مكونات الكالسيوم اللي في جسمنا والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وكل الحاجات دي كلها بتتحلل إلى التراب. فالله معقول جدا إن هو اللي خالق من هذا التراب. عارف البديل إيه؟ إن شوية تفاعلات كيماوية عملت أول خلية. ده طبعا ما بيحصلش. والخلية دي ابتدت تنقسم، ولما ابتدت تنقسم راحت عاملة أعضاء، والأعضاء دي عملت إنسان. ده كلام مش علمي نعم، خالص. لكن المعنى إن الله خالق. عارف يا أسيس نزار، واحد جاء مرة بيقول لي أنا مش هسلم عليك، أنت راجل بتؤمن بالخليقة. قلت له كويس، أنت ما كنتش تؤمن بالخليقة، عليك تؤمن إنه في البداية لم يكن هناك شيء، وهذا اللا شيء انفجر وعمل كل شيء. أنا عندي بداية أحسن. في البدء خلق الله السماوات والأرض. البدء هو الزمن، الله مصدر القوة، السماوات والأرض اللي هي المادة والفضاء. فإحنا عندنا بداية علمية كتابية أعلى من فكر الإلحاد اللي بيقول إن تفاعلات كيماوية عملت الحياة. لا طبعا، مش معقول ومش علمي. ده كلام مش علمي بالمرة. لكن الكلام اللي ليه معنى هو إن في مصدر للحياة وهو الله، وهذا المصدر للحياة عنده قدرة فائقة إنه يخلق إنسان بكل التعقيدات اللي إحنا فيها دي. وبعد كده هذا الإنسان لما سقط الرب يسوع جاء وفداه. دكتور ناجي، بعد إذنك في مكالمة أخذها وبعدين اتفضل. نستكمل الحديث. أنا عارف إنه الوقت عم بصير بسرعة. أهلا وسهلا أخ زكريا، أنت معانا على الهواء لكن معك فترة بسيطة. تفضل أخ زكريا. الأخ زكريا من المغرب، أهلا وسهلا فيك. سلام ونعمة الأخ نزار. سلام ونعمة معك الله أخوي يحفظك. زكريا. سلام ونعمة الأخ نزار. شكرا كثير، أهلا وسهلا بك حبيبي. أشكرك على برنامج ليكون نور فكان النور، وزال الظلام عن البشرية وعن المغرب الرب والسماء. الرب أشكرك على يباركك، البرنامج، يعني شكرا. برنامج شيق من موضوع الحلقة. الناس يختلفون في الشكل والألوان والحس حسب الله
الطبيعيين والكربونات والخريطة الوادئين والبصر إنه الخلايا يعني أنواع مختلفة للبصر يعني يختلفون في اللون والبصر لأن البصر تصير سوداء بسبب تعرض الأشعة البنفسجية بسبب تعرض من الشمس البصرة فيتامين يعني هو اللي يحافظ على البصر عند الإنسان عندما يكون في عايش في البحر ويتعرض للشمس اللي يكون فوق الماء وهناك حسب للاديان هو الانتماء القبلي والإثني في شمال افريقيا فكل سكان المغرب فكل سكان المغرب أخ زكريا يعني شمال افريقيا كبير وحسب الاديان أخ زكريا الصوت آسف أخ زكريا الصوت الصوت عم بقطع الصوت مش واضح أخ زكريا لكن أنا بشكرك على مداخلتك ومن فضلك حاول تتصل الأسبوع القادم بس لسبب ما الصوت مش واضح وعم بقطع وإحنا منحبك كتير أخوي زكريا ربنا يباركك وأنا بشكر رب من أجل إيمانك ومن أجل ثباتك من أجل صمودك أخوي زكريا من المغرب دكتور ممكن يكتب لنا السؤال تفضل ممكن دكتور ناجي إحنا يمكن بس معانا دقيقة ونص لو حبيت تحط الموضوع كله في أكم جملة صغيرة إيش اللي عاوز توصله في الختام في الختام عايز أوصل الأمر ده إذا كان آدم وحواء هم رأس العائلة بتاعتنا وخلقنا على صورة الله فالله هو اللي بيحط القوانين وعشان كده احنا ما كسرنا قوانينه جاء الرب يسوع عشان يفتدينا لو القرود هي اللي أبائنا وأمهاتنا ما يبقاش في أي أخلاقيات نتصرف زي القرود ما هو ده أهلنا كده هنعمل إيه طبعا إهانة هذه كمان اللي عايز أقوله أن الكتاب المقدس بيعطي قيمة للإنسان لأن الإنسان خلق على صورة الله وشبهه والإنسان ده غالي جدا لأن هو اللي بيتسلط على الخليقة وبيخلي باله من خليقة الله ولما الإنسان عصى الله وحب أن يعيش بطريقته الخاصة جاء الرب يسوع عشان يفديه عشان يرجعنا تاني للعلاقة والشركة مع الله فإحنا ما جيناش متطورناش من أشباه القرود أو جد تخيلي أعظم إحنا خلقنا على صورة الله وشبهه عشان كده لينا علاقة حية مع الله بالرب يسوع المسيح دي هي الرسالة اللي عايزين نوصلها لكل واحد. حبيبي دكتور ناجي شكرا جزيلا وأنا عارف أنه موضوع طويل وكبير وحاولنا بقدر الإمكان يعني حاولت تبسطه لكن ربنا يباركك ويكافئك يا دكتور ناجي شكرا كتير وقلنا كمان طبعا مستقبلا حلقات أخرى بس عاوز أقول أنه أنت غالي جدا على قلب الرب لدرجة أنه المسيح قال ماذا يجدي النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه أنت موضوع اهتمامه محبته فداءه خلاصه بحبك مشان هيك بيهتم فيك وإنه إنك تكون في علاقة مع الرب الرب يباركك وإذا عندك أسئلة ابعتها